نعم، هذا واعلام وقناه الزمالك مثلا، بحكم ان انت راجل صحفي طبعا فالتاكيد مهتم بالشان الاعلامي. بالتاكيد اعلام الزمالك النهارده غير. انا قبل كده واحنا بنفتتح اللي هو الافتتاح الجديد للقناه، فانا قلت له ان دايما وابدا بيتقال يعني بينسب عمل واحد في تاريخ اي شخص. فقلت له انت هتبقى مشكله اللي هيأرخه، لانه عندك قناه الزمالك وعندك فرع 6 اكتوبر وعندك الانجازات والبطولات واللي اتعمل والانشاءات اللي اتعملت. والنادي النهري مثلا. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انا كنت مع سياده المستشار يمكن لغايه صلاه العشاء النهارده، يعني لقيت عنده فكره، يعني طبعا هو هيعمل مداخله وهيقول لحضرتك، عنده فكر كامل متكامل لموضوع انشاء الفرع، هيتعمل ان شاء الله في زمن قياسي وبشكل مشرف جدا جدا جدا، وعارف كمان اقتصاديا كل مليم هيجي ازاي وهيرجع العائد بتاعه ازاي. اكيد.